ماشينا مازال ديالنا مشاهدي شوف تي في كما كتشوفوا معنا اشهر اكله مدينه وجده البودان كلي ما كيعرفوش سي جمال سي جمال قديم هنايا هو اللي كيصاوب هادشي هذا غادي يتكلم لنا على شويه بودان عنده حتى الكليان ديالو فيدال ديما تجي نتايا عند جمال ياك لا ماشي ديما ما ان كنعرفو من التسعينات تبارك الله بحال 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 السيد اللي جبنا شويه بصح جمال يبقى هو جمال تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه وريو للناس هي واحد المرأة مسكينة 20 عام وياها 20 عام كتجي عندك تبارك الله 20 ماشي عام ولا عمرها 20 عام 20 عام راه يقولها غير الفم هي وحدة أوادي أمي أوادي أمي كملي كملي إذا عندك جوج دراهم ونص تاكل، خمسة دراهم تاكل، عشرة تاكل. كلشي ياكل نصيص تاع نتاع هادو هما الخبيزات اللي كت نصيص هذا. كنجيبوهم كومون ديال هذا. نصيص بجوج دراهم ونص. يا سلام. تعالوا إذا كما كتشوفوا هذه هي الأكلة تاع البودان. سي جمال غادي يهضرنا عليها باش تعرفوا شنو المكونات ديالها. عطينا حتى التاريخ ديالها بالطبيعة. واش عندك جوج دراهم؟ 600 هذا 600 هذا كيقول لك مصران ديال باقا فيه فيه الروز دير لنا الميكرو سي جمال مشينا البودا مخدوم بتقريه قصبر الثومه العطار وهذا المصران تاع البقري هذا المصران ديال البقري واه وكاين الطيحان الطيحان ما بقاليش تاع القليم تاع الخروف ما بقاليش الطيحان كيكون مكور هذاك هو هذاك هو من يقول الطيحان هذاك هذا كنعمرو نحلوه من الوسط ونعمرو فيه بالروز الروز شيا تا هو العطور الثومه هو الاصل هذه ديال هذا هذه الماكله هذه غير هذه الماكله من الستينات وهي هكا الستينات واه الستينات واه دخلها واحد واحد الفاسيه هو اللي دخلها هذه هي الاصل ديالها واش كيدير ولا شي واحد اخترع هذه الماكله هذا شي واحد من الجزائر فهمت هذوك المهاجرين تاع بكري هو اللي اخترع هذا الشيء يعني هذوك الاكله مشتركه بينه وبين الجزائر ديما تبعين حنايا حنايا معروفين بها فهمت وحنا كنوليو نصنعوها احسن معروفين بالمرقاز مرقاز مرقاز تاع هما كيصاوبوا بهذه الطريقه ولا انت باش كيصاوبوا بالكفته هما وصافي واه روحوا منا روح روح أرواح من لا ما صورش أرواح من أخت تفضلوا هنايا هاي بلاصة هنايا نص نص ولا خبزة خبزة دابا المكونات ديالها هذه اللي بغى يصوبها بطريقة صوبها أخويا جمال تقدر تصوبها ياك يعني شري المصران وش دير المصران و المصران ما تمشي فيهم والو هكاك لا تخليها ناشف باش يكون ناشف ناشف المشروب بحال الصغار تغسل في الباك يغسلوا في الباطوار وكذا عاد كنجيبوا نعمروا بها المكونات باش كيعمر المكونات كنقول لك تقريه كنسلقوها ونطحنوها بحال الكفته ونطحنوا معاها القزبر الثومه العطار شد عليها شد عليها وندخلوا الفران يطيب الفران ونجبدوا يعني يتشوى يتشوى ومن كيف كتجيبوه هكا ياك نجيبوه هنايا نديرو في اليدان ديالو لاصوص هاد لاصوص نتوما كتصوبوها ولا هو كيطيب خويا قلت لك هاد لاصوص هادي واش نتوما كتصوبوها حنا كنصوبوها هو ضروري باش يطيب ضروري باش هكا ديالها باش يجي لذيذ بحال هاد الشيء بحال هاد الشيء ما يجيكش بحالو يا هادي كنديرو فيها الثومه القصبر الزيت والعطار والعطار هادي هادي
والماء. والماء. الماء ضروري باش يجي باش يجي شويه باش يجي ما يجيش ميد بزاف. وطيب مزيان. طيب مليح شويه شويه. اه لاصوص ديالي شويه. يعني كتجيبوا لاصوص بوحدها كتسخنوها كتحطوا البودام كيطلق هذاك. كيطلق هذاك الدم ديالو كدا. كيعطيها. واه واه عطيها لك. الله يحفظك اخويا. مثلا كيجيو عندك ناس من الغرب وهذه كيسولوك واش تاع. يسولوني يقول لك واش هذا كان اللي ما يعرفش مسكين هذا الشيء هذا. كاين اللي ما يعرفش شوف الناس معك صحيح. كيذوقوه كيجيو من البلاد. ريحه كثير واه. واه كاين كيجيو عندك الناس كيلاقوا بحال ولا حتى الناس يعني كاين اللي يجي عندي كيجيو عندي فقراء والاغنياء واه كاين اللي يجي لاباس عليهم معروف واه كاين اللي ما ياكلش البوده ما كاين والو انا واش كاين الغني كاين الفقير كاين كل شيء بحال ولكن تبارك الله هذه البلاصه هذه معروفه ومجده من قديم الزمان واه واه ما فكرتوش مثلا شي محل عينا ما عينا ما نهضروا ما لقيناش ما عندناش امكانيات باش نعلمك فهمت اه امكانيات ما كانش معروف هاد الجهه معروف اه معروف هاد الجهه اه ارواح محبابيكم عند جمال معروف تاكلوا البودان والطحان حاجه زينه هادشي اللي نقول لكم احبابيكم شكرا ها هو واحد هنا في كومونتير قال كليتو في مدينه فاس وحده ندور عليك الكلشي هو كياكلوها سمير سوس راه كياكلوا الناس راه غير ما بغاش نصور الناس وصافي راك عارفين راه كاين الناس تبارك الله غادي وجاي كلشي حتى انا كناكل هذه الاكله راه كنجي عند جمال ديما يكون خدام هنا في السونتر فيل ولا في المدينه راه كندوز عند السي جمال هنايا كناكلو عندو الماكله نقيه وكاع الاخوان اللي هنايا ولكن السي جمال حاله خاصه دائما كنتبعو الناس اللي كنعرفوهم الناس اللي صحابنا ولا اذا هذه هي اكله تاع البودان كما كون كاين واحد الاقبال راه غير من بعد السنه كان عامر راه دابا بدا كيخوان غير سنين سنوات لا كنهضر على السنين هذا كما كنقولو حنايا ما كاين فاس يمكن نو شي وحده كتبت هنا قالت كليتو فاس كيقول في الجزائري كاين اللي دخلوا نهار الاول من الجزائر لا ديال المغرب ديال هنا ديال هنا ماشي تاع كل شيء ديالها لا ما عندنا مشترك داك الشيء هنايا هما خدموا منا ماكش تصور دروك لا راه حنا لا مانيش نصور واه فوتو فوتو مانيش نصور غير السنه غير فوتو اختي كامات اه لا 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 صورنا صور برا